أتابع هذا الموضوع معي هنا في الأستوديو السيد بول بوتس مدير التدفق التجاري في مركز دبي للسلع المتعددة. أنا بدءا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. Thank you for having me. ومؤتمر تمويل التجارة والصادرات الذي انعقد في دبي مؤخرا لا شك أنه استصحب الكثير من التحديات التي تواجه هذه المسألة. يعني برأيك ما هي أبرز هذه التحديات وما الذي دار في هذا المؤتمر؟ إن المؤتمر نفسه كان رائعا, وفيما تعلق بمركز دبي للسلع المتعددة كان يسعى دائما أن يسعى إلى أو يستمع إلى الأسواق وأن يقوم بابتكار المنتجات التي تحتاجها السوق. وبالنظر إلى هذا المؤتمر بالذات فلقد كان هناك نشاطا كبيرا فيما يتعلق بمركز دبي للسلع المتعددة فيما يتعلق بالمناقشات, وأيضا كان ذلك منعكسا من قبل المتحدثين وزملائي. وبالنسبة لنا كان مهم استخدام هذا المؤتمر للاستماع إلى السوق ورؤية كيف لنا كهيئة حكومية يمكننا أن ندعم التجارة وأن يكون هناك منتجات يمكن استخدامها لدعم هذه السوق. نعم سيد بول, يعني في تقديرك ما هي الطرق التي من المفترض أن تنتهجها مؤسسات التمويل المختلفة حتى تتفادى ما حدث في الأزمة المالية التي ضربت العالم؟ أعتقد أن الأمر سيكون حول السعي إلى الحد من المخاطرة. وما حدث في الماضي هو أن المؤسسات المالية كانت قد تعلمت من هذا الأمر وتسعى في الوقت الحالي إلى تجنب المخاطر في الشركات المالية. وأيضا مركز دبي للسلع المتعددة قد ساعد وساهم وشارك في نفس المؤتمر في العام الماضي, وذلك من خلال التدفقات التجارية وأيضا لمساعدة المصارف على خفض المخاطرة, وأيضا فيما يتعلق بالمتداولين في السلع أن يكون هناك أيضا تعهد بأن يكون لديهم أي مخزونات أمام المصارف. وإذا كان هناك تمويل للمنازل مثلا فإن سيكون هناك نوع من تأمين القروض, وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للسوق في الوقت الحالي لأن المصارف تسعى إلى خفض المخاطر. وأيضا نحن في مركز دبي للسلع المتعددة نسعى إلى الدعم في استخدام مثل هذه المنصة. نتحدث عن دبي كنموذج وأنتم هنا في دبي, يعني إلى أي مدى هي تنتهج أساليب ربما متطورة تنسجم مع المعايير الدولية في هذا السياق وتستطيع أن تتقدم إلى الأمام؟ أعتقد أن دبي إلى حد ما نحن في حاجة إلى التقدم, ونحن نحتاج إلى الاستمرار هنا في أن يكون هناك تحفيز لأن يكون هناك تدفقات أجنبية مباشرة, وذلك حتى تكون المصارف مرتاحة للإقراض في دبي وأن تسعى إلى النمو. ونحن أيضا في GMCC لدينا تقريبا 6,000 شركة, والعديد من هذه الشركات تتداول في السلع وتقوم أيضا في التمويل لتمويل مثل هذه الأعمال, وأيضا مثل الهيئات الحكومية تسعى إلى أيضا إراحة المصارف لدعم التجارة والتمويل. سيد بول, يعني حتى نكون صريحين, البعض يقول, لست أنا بطبيعة الحال, بأن القواعد الصارمة في بازل 3 مثلا تحد إلى حد كبير من القدرات التمويلية والالتزام بهذه القواعد. يعني سؤالي, أين هو الخلل؟ أين هو العيب؟ هل في هذه القواعد الصارمة التي وضعت لتنظيم هذه العملية؟ أم العيب في المؤسسات المالية التي من المفترض أن تتواءم وتتلائم مع هذه الاتفاقات؟ أعتقد أن القوانين الخاصة ببازل الثالث, نحن لسنا مثل هذه المؤسسات, فنحن لا يمكننا القول إن كانت هذه القواعد إيجابية أم لا. وما نسعى إليه من جانبنا في دبي هو أن نعطي البنوك الأدوات التي تسمح لهم الامتثال مثل هذه القوانين والنمو في الأعمال. فإن أحد الأمثلة هي مركز دبي للسلع المتعددة, حيث أنها تمنح المصارف البعض الوسائل للحد من المخاطر والالتزام بعد ذلك بهذه القوانين. مدير التدفق التجاري في مركز دبي للسلع المتعددة السيد بول بوتس, أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. My pleasure. Thank you.